السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. محاضرتنا الماضية بلشنا بشكل بسيط بالفانكشنز، عفوا بالهاش فانكشن أو بالهاشينج تكنيك بشكل عام، واتفقنا أن هذا التكنيك تستخدم بدءا من الانسيرشن. أنا بستخدمه تو انسيرت سم فاليوز لهاش تيبل، هذا هو الستركتشر اللي نحن نتعامل معه، الداتا ستركتشر حق الهاش تيبل. عملية الانسيرشن بتتم من خلال هاش فانكشن. الهاش فانكشن هو ماثيماتيكلي، يعني بحكي عن الرياضيات، جايد keys into some slots within the hash table. إذن بما معنى أنا بعطي الكي للفونكشن لازم يعطيني index، والindex لازم يكون ضمن range التابل. One of the common ones من الهاشينج تكنيكس اللي هي إيش، تأخذ مدة table size، فبالتالي أنت guarantee إنه الindices اللي راح يطلع عندك ضمن الرينج من صفر للتابل size ناقص واحد. هاي واحدة من الكومن هاش فونكشنز. وحكينا مهم جدا أنا أختار الهاش فونكشن، لأن الهاش فونكشن مطلوب منه يكون as simple as possible، وبالمقابل يعمل distributing بشكل يوزع القيم على التابل بطريقة يقلل عدد الكوليجنز اللي ممكن تحدث عندي بالتابل. بعض الكومون هاش فونكشن ميثودز اللي تستخدم مع الهاشينج، division والfolding والmiddle squaring والtruncation، خلينا نتعرف عليهم. أول واحد الdivision، احنا استخدمناه كexample بالمحاضرة السابقة، ألا وهو تقسم الكي to be hashed على مدة table size. على مدة table size choose some number for example يكون table size، طبعا هو هذا النمبر في المقام، ممكن table size ممكن تختار أكبر أقل حسب range أو تنوع القيم اللي موجودة عندك. هلا المطلوب بعد هيك تحول الكي لانتجر value، ممكن تكون هي أساسا integer الكي اللي أنا معتمدها للهاشينج. زي ما حكينا معلومات الستودنت، ممكن أختار الID هو integer، ممكن أختار لسبب ما القسم اللي بينتمي له، ممكن اختار الاسم اذا كان القسم او الاسم، فبالتالي انا بتعامل مع قيم مش انتجر، وبالتالي انا بدي احولها لانتجر فاليو بطريقه ما لحتى يقدر الهاش فانكشن يقسمها على البي اللي هي بالعاده التابل سايز. والاكزامبل، واحد من الاكزامبلز تقسم الكي على بي، والبي هي مود التابل سايز. مثال على ذلك، طبعا هنا بمثال الباكت سايز ار، لاني انا بعمل سيفنج او بخزن القيم مباشره بالباكت بالاري، فبالتالي كل اري سلوت كل باكت في التاب راح تحمل انفو لشخص واحد او لديتا واحده. الكيز اللي بده يصير لهم هاشينج، هي هم مجموعه الكيز K1 K2 3 3 and so on. لاحظ هي معلومات مثلا اشخاص موظفين او طلاب، الاسم مع بعض المعلومات الاضافيه. هلا التابل سايز 13، وراح نستخدم الهاش فانكشن الهاش فاليو لاي كي هي عباره عن قيمه الكي مده التابل سايز، مده التابل سايز. هذا المود فانكشن او الديفيجن تكنيك راح نستخدمها تو هاش ذيس سيريز اوف فاليوز. على سبيل المثال مثلا لو بدي اخذ الكي 2، بدي احدد الاندكس له، هذا الكي 2 باخذ الهاش فاليو للكي، ألا وهي الهاش قيمة الكي مدة تيبل سايز 13. إذا بدي أنفذ هذا القسم راح يكون باقي القسم عندي يا كم؟ 10. فبالتالي هذه القيمة راح تروح على إندكس 10 وتم الاحتفاظ فيها بهذا المكان. هذا الإندكس هلا محفوظ، فبالتالي إذا later on صار في عندي هاشينج لأنذر فاليو على هذا البوزيشن بنسميها كوليشن. بالمثال الموجود أمامي أنا عامل distributing queries لاختيار الكيز كلهم، لما قسمتهم على مدة تيبل سايز ما كان في عندي ولا كوليجن، لاحظ القيم كلها مختلفة وتم توزيعها على slots اللي within my hash table. مثال مباشر، this is another example على نفس التكنيك، معلومات مثلا أشخاص موظفين أرقام وظيفية والتيبل سايز نفسه 13. عملية distributing للقيم، لاحظ الانديسيز اللي طلعوا عندي من الهاش function ما في بينهم أي كوليجن، فبالتالي راح تم توزيع كل info او كل data على slots اللي اعطاها اياها الهاش function مباشره، ما عندي ولا collision. بالنسبه للهاشينج مع التشيننج، لما يكون في عندي linked implementation للهاش value، الكوليجن ما بيخوفني كثير، لانه زي ما اتفقنا المحاضره الماضيه this is الهاش تيبل. الهاش تيبل هو فعليا بوينترات ل linked list. اللينكد ليست هي عباره عن الانفو او الداتا ايتمز اللي الاندكس لها هو الكرنت اندكس بالهاش تيبل. يعني على سبيل المثال لو اخذنا مثلا الاندكس 4، ممكن اكثر من كي يصير لها هاشنج على الاندكس 4. ففي حال هذا صار معي، زي مثلا هون الهاش تيبل ماخذه انا 10، فبتعرف مد العشرة هي خانه الاحاد، يعني الاحاد اي شيء بينتهي ب 4 راح يعطيني الهاش فاليو له كم؟ 4.
يعني باقي قسمة 4 على 10 هي 4 وباقي قسمة 64 على 10 هي 4. فهذا الكوليجن، لاحظ كيف I resolve this problem أو I resolve this collision عن طريق ببساطة adding node لكل واحدة على لستة الأربعة. فكأنه هذا الاندكس هو عبارة عن الهيد بوينتر لللينكد ليست للقيم الهاش فاليو إلها أربعة. فضفت الأربعة وستين وضفت الأربعة، تمام؟ والكوست، كوست الهاشنج أحسب الهاش فاليو إلها كم؟ كونستانت. طيب كوست الإضافة، إذا في عندي last pointer كم كوست الإضافة بتكون؟ واحد. وإذا ما في وبدي أضيف at the end بتكون n. طب إذا عملت insert first دائما constant، بكون دائما constant لأنه في عندي first pointer على كل الأحوال. أوكي؟ فمثلا نكمل على، طبعا هذا الفكرة أني عم بستخدم division كهاش function على two implementations. أنا عم بخزن القيم مثلا التيبل مباشرة أو بداخل linked list. مثلا خذ التسعة وأربعين والتسعة كمان الهاش فاليو إلهم نفس القيمة ألا وهي تسعة، وهي عبارة عن إضافة نود كإمبلمنتيشن. المفروض تكون في عندك تيبل، أنت عامل كرييشن تيبل أوف بوينترز، نوع البوينترز اللي هو من نوع النود تايب، وكل عملية هاشينج بتروح هي إنسيرت، إنسيرت على لينكد ليست. مثلا بعض السلوتس ما عندي ولا قيمة هاش فاليو إلها ثمانية، فستيل بوينترها نل. أوكي؟ طبعا يعني actually الهاش تيبل انتري هو عبارة عن pointer للينكد ليست اللي بتحمل القيم اللي هاش to this index. الهاش function إذا كنت أنا معطي ككي string you have to convert it زي ما حكينا قبل شوي بالقاعدة، لازم تحولها لانتجر بالآخر لنستخدم اقترانات، اقترانات بدل أعداد. فببساطة على سبيل المثال لو أنا مثلا استخدمت هذا الهاش function، الهاش function بيستقبل الكي كstring، معطيني التابل سايز لحتى استخدم الديفيجن ليتر اون، احول القيمه العدديه واقسمها على مده تابل سايز، فبالتالي بعرف الاندكس للكي هذه وين راح تروح. قبل ما اقدر اقسم هذا السترينج اس لازم احوله لانتجر. واحد من التكنيكس وهذا مكان يعني تدرس شو اهميه او كيف اليه تحويل السترينج لانتجر وشو احسن طريقه وتعطيني تنوع اكبر بالقيم مشان اقلل الكوليجنز ليتر اون، واحد من السمبل ويز انك ببساطه عرفنا هذا التوتال اللي اسمه هاش فاليو، مشينا في لوب على كل الكاركترز الموجوده بالسترينج، كنا نضيف على هذا التوتال قيمه الاسكي للكاركترز كاركتر كاركتر، وافترضت انه هذا هو الانتجر ريبريزنتيشن فور ذيس سترينج. اعطيت ريبريزنتيشن كانتجر فاليو لحتى ليتر اون استخدمها بالديفيجن. هلا لو كان في تنوع كثير بالكاركترز، هذا التنوع في الكاركترز ممكن يعطيني ديفرنت كيز. لو كان في تشابه مثلا شوف القيم، يعني انا صامده دراسه للرنج حسب طبيعه الداتا اللي انت بتتعامل معها. اكزامبل مباشر عليها، لو انا بدي اعمل هاشينج لهدول الايتيمز الموجودين والكي عندي اياها النيم، الكي هي النيم، فبالتالي first of all I have to convert it باستخدام مثلا نفس الاكويشن اللي احنا استخدمناها قبل شوي، استخدام نفس الفانكشن، اخذت الاسكي لكل واحده فيهم بيطلع المجموع رقم، بعد هيك بقسمها مود التيبل سايز، مثلا طلعت الهاش فاليو له واحد، so John B هاش. لاحظ لما أنا فوتوا على الهاش فانكشن الاندكس لإله واحد، فتم الاحتفاظ به بهذا السلوت. كلها هذه operations الانسيت على التيبل. التكنيك الثانية بالهاشنج اللي هي كمان مرة للتحديد نحكي عن الهاش فانكشن اللي هي الفولدينج تكنيك. تحكي لك تعمل ديفايدنج للانتجر الكي اللي انت ما أخذها، طبعا مش شرط انها تكون انتجر كي لانه زي ما اتفقنا ضروري تكون انتجر، لا كي اللي هي الكي كي انتو مجموعة سيكشنز. بعد هيك بتعمل relationship ما بين السكشنز لحتى مثلا عندي بالأرقام اللي أخذناها هون لما قسمنا على 13 أو لما قسمنا على 10 somewhere، أنا أخذت effect مجموعة معينة من الديجيتس بالكي. قد ما يكون الكي طويلة أنا أخذت effect، مثلا لما قسمت على 10 أخذت effect إيش بس آخر digit. شو ما كان تنوع الكي بالبداية ما أثر على الهاش function. فرضا في أعداد كبيرة بتنتهي ب 9 39 49 59 فالهاش function رح يفشل بهاي الطريقة. لاحظ حتى أدخل تأثير الكي كاملة ممكن أنا أقسم الكي لمجموعة سكشن، بعد هيك أعمل relationship ما بين هذول السكشنز لحتى أدخل تأثير الفاليوز لهم بالكي اللي راح يتم إعطائها للهاش function. مثلا adding subtracting multiplying and or نفذ أكثر من operation رياضية عليهم، وبعد هيك بتحصل الهاش value for this key. مثال أعطيتك هذا الكي قسمتها لمجموعة سكشنز each of length 3. هلا بعد ذلك هذول هم السكشنز اللي نتجوا معي،
بدي أدخل تأثيرهم كلهم على حسبة الهاش فونكشن، ممكن أختار summation. أوكي، فإذا جمعتهم رح يصير الكي اللي أنا ماخذها هي مثلاً 537. هذه الكي هي نتيجة تأثير مجموعة digits الموجودة عندي بداخل الكي الأصلية اللي أنا أخذها من الانبوت. Add them and take modulus. أوكي، هلأ المجموعة اللي طلع عندي مدة table size، فبالتالي رح يطلع عندي هاش فاليو على الاندكس المطلوب بداخل التابل سايز. كمان مره انا بكسب لما بقسمها على مده التابل سايز، الرينج الاندكس بكون ما بيطلعش اوت اوف رينج، ما بيطلعش اكثر من صفر للتابل سايز ناقص واحد. هلا شو الفكره؟ انا اخذت تاثير كل الديجيتس بحساب الهاش فانكشن، فاذا كان فيها تنوع هذا التنوع راح ينعكس على الكي اللي اعطيتها لمود فانكشن. الميدل سكويرنج تكنيك ثالثه، تختار الميدل سكشن من الكي، طبعا شرط تكون انتجر، تعمل سكويرنج لهذا السكشن اللي هو الميدل 1، وبتستخدم كنيزات للهاش فونكشن، تعطي لها الهاش فونكشن. مثال على ذلك، مثلا في عندي هذه الكي بختار الميدل سكشن لها، الميدل سكشن هيو اخذته، بعد هيك بعمل سكويرنج لحتى اكسب اكثر نوع، بعد ليتر اون برجع باخذ الميدل سكشن لإله كمان. This is الهاش فاليو. الترانكيشن تكنيك، تعمل ترانكيشن، كل ترانكيشن بتوقع بالنسبه لنا مألوفه بنستخدمها كثير. ترانكيشن هي عباره عن ديليتنج لبارت من الكي، واستخدم بقيه الديجيتس والكاركترز الموجودين عندي كهاش فانكشن. انت بتعرف مثلا اذا اعطيت الكيز اللي بدي استخدمهم للهاشنج ارقام التليفونات، فمن المفيد اعمل ترانكيشن لاول ثلاث مثلا او اربع حتى مقاطع، لانها بتتكرر كثير، زي الشبكه ونوع الشبكه خاصه او لا، او تابع لمؤسسه معينه، فبعمل الترانكيشن لحتى اشيل تاثيرها من الكي، وليتر اون بكمل شغلي على الكي. مثلا اكزامبل، لو اخذنا هذا الكي بنعمل ترانكيشن بدنا ناخذ بس اخر ثلاثه ديجيتس اللي هم الاكثر تنوع. هلا هذول الديجيتس كمان ممكن نطبق عليهم اذر تكنيك، مثلا لحتى انا اضمن يكون في عندي سبريدنج للكيز بطريقه يعني ديستريبيوتنج مقبول على الهاش تيبل، فبالتالي ممكن استخدم معها مثلا الموديولوس، او استخدم معها اذر تكنيك لحتى اوزعهم على الهاش تيبل. هذول هم اربع افكار لانتقاء الهاش فانكشن. طبعا بالعاده انت بتدرس الداتا الموجوده عندك وتشوف مين اكثر فانكشن بيعمل ديستريبيوتنج للقيم وبيقلل عدد الكوليشنز. الهاشنج بشكل عام، هاشنج تكنيك بروبلمز الموجودة معها، الكيز ممكن ما تكونش نيوميريك وبدك تلاقي لها حل بطريقة ما. احنا حطينا حل بسيط قبل شوي، اجمع الاسكي لانهم هيها صارت انتجر وتصرف بعدين. عدد البوسيبل كيز is much larger than the space الموجود في الهاش تيبل. يعني انا بعمل هاشنج لمجموعة كبيرة من الكيز على تيبل بسايز اصغر، فبالتالي رح ينتج عندي ايش؟ الكوليجنز. اكثر من قيمة رح تاخذ نفس الاندكس. Different keys may map into same location اللي هي الكوليجن. الهاش function is not one to one اللي هي مشكلة الكوليجن، يعني مش كل قيمة بيطلع لها index على slot معين إلها. If there are too many collisions the performance للهاشينج راح تكون إيش؟ سيئة جدا، راح تتحول من constant للينير، راح تتحول من constant للينير. على أرض الواقع طبعاً هاي مشكلة الكوليجنز اللي هي المشكلة الأكبر في التعامل مع الهاشينج، في إلها solutions، في إلها حل، لكن زي ما حكينا بكوست، يعني I have to solve this لكن بكوست. هلا in reality الكوليجنز unavoidable، أكيد راح تصير عندي كوليجن. ليه؟ لأني أنا بعمل هاشينج لمجموعة كبيرة، دومين كبير على smaller range اللي هو الهاش table size، هو بالآخر array، فبالتالي limited size. في عندي تكنيك to give solution for the collision في حال صار في عندي collision، اللي هن ال open addressing أو ال closed hashing أو chaining اللي هي open hashing اسمهم. قبل شوي إحنا شفنا إنه بال linked list، في حال كان في عندي linked list التعامل مع collision سهل، التعامل مع ال collision سهل. ليه؟ لأنه كل ما يصير في عندي collision يعني قيمتين أو ثلاث أو أربعة أخذوا نفس ال index value، نفس الهاش فاليو، ببساطة أنا ما عارف غير أضيف نود على الليست. فthis is the solution، لكن أنا باخذ cost على الانسيرشن، والانسيرشن ممكن نحول الكوست لإله لبيج O of one إذا عملنا insert first، لكن later on على السيرش والديليت راح آخذ الكوست كم؟ linear.
واحد لحتى اوصل للاندكس لاني بستخدم الهاش فانكشن. لكن بالانسيرت اوكي اتفقنا سهله، اعمل انسيرت سيرش تاخذ كوست واحد، لكن اللي بدي اعمل سيرش على الايتم اي هاف تو باس ثرو كل النودز. نفس الكلام بالديليت، بدي ابحث عن النود بعدين يعني احذفها، فبالتالي راح تكون الكوست ايش مالها لينير زي ما حكى زميلنا. هاي نتيجه وجود الكوليجنز، لكن بالمقابل انا ممكن ان افرج كيس معظم اداء الهاش فانكشن يكون بالبرفورمانس الافضل لإله. اوكي، اذا الكوليجن ريزوليوشن في عندي تو تكنيكس، التشيننج اللي هي تستخدم مع اللينكن امبلمنتيشن، والتكنيك الثاني الاوبن ادريسنج في حال كنت انا بخزن الهاش فاليوز بداخل التيبل اتسل، ما عندي لينكد ليست، ما عندي لينكد ليست. فطريقه التشيننج اللي هي زي ما حكينا قبل شوي عنها بسيطه، الداتا اورجانيزيشن اساسا هو بداخل لينكد ليست، ففي حال صار في عندك كوليجن بتضيف نود جديده على اللينكد ليست اللي بالاندكس اللي فاكيا الهاش فانكشن. بس مثال ستريت فورورد، بدي اعمل انسرشن لل 53، الفانكشن اللي مستخدمه مده تيبل سايز، تيبل سايز 11، فقسم 53 مده 11 اعطاني كم؟ 9. اذا بدي اروح على 9 كونه انا بستخدم التشيننج، بستخدم اللينكد امبلمنتيشن للهاش تيبل، ما علي غير اعمل انسرت لنيو نود ات ذا بيجنينج اوف اللينكد ليست اللي موجوده بالاندكس 9، اللي الهيد بوينتر لها هذا الليست اوف 9. كمان مره هنا الرسمه مجازا حاط العنصر بداخل التابل، لكن احنا بنعرف باللينكد امبلمنتيشن الانتري للتابل اتسلف ايش هو، الانتري للتابل يعني انا هون راسم ال 31 بداخل التابل سلوت، هذا مجازا رسمه جرافيك. هل اكتشوالي بالامبلمنتيشن بيكون ال 31 مخزن بهذا السلوت؟ شو راح يكون في عندي؟ شو بيكون بالسلوت؟ بوينتر، الهيد بوينتر لهذا المكان، الهيد بوينتر فور ذس بس لحتى انا اعمل جايدنج، او بعتمد على هذا النود بستخدم الارو لينك له كهيد بوينتر. خلينا احنا نعتمد انه هو راح يكون بس الهيد بوينتر، تمام. فببساطه انا عملت انسرت فيرست لل 53 على المكان الموجود عندي. سؤال برمجي، بينفع يكون ال 31 هو مخزن مباشره بالسلوت؟ طيب وبناء عليه كيف بدك تعتبر، طب كيف بدك توصل له؟ انا مشكلتي بدي بالهيد كيف بدي اوصل له، كيف بدك توصل له؟ عن طريق الاندكس، والارو لينك له بيكون هو البوينتر تو ذا نيكست نود. تفاصيل امبلمنتيشن، لاحظ احنا كودينج بالهاشنج بعدنا عنها يعني اوت اوف اور سكوب، بس يعني حبينا نعمل انتروديوسينج لفكره الهاشنج ضروريه جدا تعرفها ليتر اون ان شاء الله، اللي بياخذ الجو وغيرها بيدرسها ديبلي تفاصيلها بالكودينج. لا بس عم بشرح بس الافكار بسيطه. الالجوريثمز في كثير مساقات بتطرح لك الهاشنج ادفانسد شوي. اوكي، التكنيك الثانيه اللي هي يعني عيننا عليها اللي هي الاوبن ادريسنج. الاوبن ادريسنج فعليا لما بكون انا بخزن بداخل التابل القيم مباشره، ما عندي لينكد ليست، ما عندي نودز، مش تشيننج، فراح يصير كوليجن. يعني في عندي قيمتين ثلاث راح يدخل اندكس 4. طب شو اعمل بهاي الطريقه؟ الحل بالopen addressing. in open addressing the data itself stored وين؟ بداخل الهاش تيبل. إذا صار في عندي collision لازم يكون، لاحظ هاي الفكرة الopen addressing، دور على خلية بديل، على بديل، على entry بديل، على bucket بديل لا اللي حاليا مستخدم. هلا الآن بدك تستمر طبعا بالبحث على next cell حتى أخزن الانفو فيها. لما ألاقي empty cell، هذا هو فكرة كل التكنيكس. في عندنا رح ندرس هلا اربع تكنيكس على الاوبن ادريسنج، كلهم بيشتغلوا على هاي الفكره. صار كوليجن، رحت على انا اعطاني الاندكس اربعه، الاربعه اساسا في قيم، فكرتهم كلهم دور على بديل لحد ما تلاقي اول واحد فاضي. هلا بيختلفوا ايش هذول الثلاث او اربع طرق، اللينير والراندوم والريهاشنج والكوادريتك، بطريقه البحث. مثلا اللينير بروفينج، مش انا عند الاربعه في كوليجن ببلش ادور لينيرلي يعني على خمسه وعلى سته وعلى سبعه. ايه لما يوصل لاخر الاري شو بصير له؟ بتحرك سيركولر. بتعرف تحرك انتجر سيركولر على الاري؟ كيف بتكون حركته؟ القيمة الحالية زائد واحد مد الاري سايز ثلاثة. هاي فكرة اللينر. الراندوم بروبينج بصير يدور مش في الخلية التالية، انا الاندكس الحالي مثلا اربعة بيجمع لها رقم راندوم، الرقم الراندوم مثلا حكى له روح زائد ثلاثة، ولو هو رايح بعد ثلاثة بوزيشن. كان في كمان كوليجن
بيروح بجمع لها اثنين راندوملي، بيعطيها ارقام راندوملي لحتى تقفز على الاري وتلاقي اول سلوت فاضي وتدخل القيمه فيه. مثلا الري هاشنج، الري هاشنج بحكي لك اذا الهاش فانكشن اعطاك كوليجن استخدم هاش فانكشن ثاني. طب الهاش فانكشن شو حيعطيني الثاني؟ اندكس. فهم كلهم بس بيختلفوا باليه اختيار الاندكس التالي للبحث لما الاقي اول واحد فاضي. الكوادراتيك بروبينج بيتحرك زائد واحد تربيع اللي هو الاندكس التالي. هلا بعد هيك شو بيعمل؟ زائد اثنين تربيع، بيروح بترك أربعة، زائد ثلاث تربيع بدل قفزاته زائد تسعة، زائد أربعة تربيع قفزاته زائد 16 لوكيشن. بس نمط القفزات مختلف. لب الفكرة بالموضوع إنه باللينير بروبينج أول واحد، هلا إذا أنا لقيت كولجن عند الأربعة بروح مباشرة على الخمسة بضيفها. فلا لاحظ عبيت الأربعة والخمسة. مثلا في عندي الأربعة عليها كثير هاش فاليوز اللي كثير هاش، كمان مرة على الأربعة كولاجين، رحت على الخمسة عبيت فيها قبل شوي كولاجين، بروح بضيفها بالستة. ليتر أون لما بدي أجي أعطي إندكس خمسة فعليا الهاش فاليو له خمسة رح ألاقيها محجوزة، لكن محجوزة من قبل مين؟ من قبل الفاليوز اللي الهاش فاليو إنه أصلا كم؟ أربعة. هذا بنسميه كلسترينج. لاحظ الإندكس اللينير بروبينج بتضيف القيم مشاورة لإلها اللي الإندكس فاليو الأربعة ضافت الخمسة ستة سبعة، فبتضيفني ما يش... ما يعني ما يسمى بالكلستر. تعرف شو كلمة كلستر لغة؟ عناقيد، عقود، عقود العنب، يعني بتجمع الأشياء عند مكان. فبحكي لك لا احنا ليش ما نستخدم تكنيك مختلفة، ما بنستخدم اللي حسب طبيعة الداتا تمام ولا قديش تنوعها. فبدل نستخدم تكنيك ثاني اللي هي ايش مثلا الكوادراتيك، الكوادراتيك بيقول لك كوليجن روح على اللي بعد المباشرة، كمان كوليجن روح بعد أربعة اللي هي اثنين تربيع، كوليجن روح بعد تسع خطوات عشان توزع القيم في حال كان في عندي كوليجن. هاي الاختلاف ما بينهم. أول واحدة فيهم اللينير بروبينج، إذا أنا أعطيتك كي إكس to be inserted على الهاش تابل، الهاش فانكشن لإلها قيمته تي. طبعا إحنا متأكدين إنه تي هي من صفر للتابل طالب ناقص واحد، مظبوط، لأنها إندكس على هذا التابل. فقيمة الهاش فاليو ألا وهي تي من صفر أول إندكس في التابل للهاش تابل صار ناقص واحد. طيب if الإتش الهاش تيبل اللي بالاندكس تي از امتي امور تمام خزنها بالسلوت، اذروايز هي محجوزه، فبالتالي انا في عندي كولاجين. بدنا نحل الكولاجين باللينير بروبينج. شو بعمل؟ ببلش بالبوزيشن تي سيرشنج على الاري الموجوده عندي، وبتحرك سيكوينشلي تو فايند النيكست افيلبل اري سلوت. وي اسيوم ذات الاري سيركولر، احتمال انها سيركولر. اذا اللور بورشن اوف ذا اري از فول لازم نتحرك circularly على بداية الأري، على top portion of الأري. This is can be accomplished by استخدام الإكويشن اللي حكيتوا لي عنها. ركز معي منيح، أول إندكس أعطاني الهاش فانكشن كم قيمته؟ T. الإندكس التالي إيش رح يكون؟ T زائد واحد مود التابل سايز. اللي بعده T زائد اثنين مود التابل سايز. T زائد ثلاث مود التابل سايز. هذول هم الأماكن اللي راح يدور فيهم اللينير بروبينج على سلوت فاضي. الاماكن اللي راح يدور فيهم اللينير بروبينج على سلوت فاضي، هذول الاماكن بنسميهم بروب سيكونس. هذا مصطلح جديد مهم، بنسميهم بروب سيكونس. تمام، بروب سيكونس. البروب سيكونس هي مجموعه الاندسيز اللي راح ابحث فيها في حال صار في عندي كوليجن. طبعا زي ما حكينا هو على التي العنصر التالي زائد واحد زائد اثنين زائد ثلاث. ليه بقسم مدة تابل سايز؟ لحتى أتحرك سيركولارلي على الأري. النكس أري سلوت is given by لاحظ لا مثلا لوكيشن جي هو قيمة الهاش الأصلية زائد جي ترتيب يعني حسب كم قيمة جي مدة تابل سايز. لو حكيت لك في البروب سيكونس لتابل سايز معين بعطيك إياه كم قيمة الانتري الرابع في البروب سيكونس، تحسب القيم الأصلية بعدين بتزيد زائد واحد مدة تابل سايز زائد اثنين مدة تابل سايز زائد ثلاث مدة تابل سايز، تعطيك اللي بدي اياها اللي بسألك عنها. اكزامبل عليها بشكل مباشر الاكزامبل، يعني بس لحتى نشوف هو نفس اللي عملناه ببداية المحاضرة، ليس إلا انه في عندي كوليجن. اخذت الكي هذه دخلتها على هاش فانكشن، هاش فانكشن اللي هو مدة تابل سايز 13 تابل سايز anyways. دخلت على اعطتني هاش فاليو كم؟ خمسة. رحت على سلوت خمسة، طبعا هذا مش هاش تيبل، هذا بس السلوتات الانديسيز عم بذكرهم.
فهذا راح على السلوت 5 لسه التيبل فاضي. اخذت اللي بعده مده 13 مثلا او اعطاني 10 راح على السلوت 10. اخذت هذا الكي مده 13 الهاش فاليو له كمان 5 كوليجن. فوين اروح القيمه تي كوليجن؟ النكست افيلبل سلوت ايش هو؟ تي زائد 1 مده تيبل سايز تي زائد 1 6 5 زائد 1 6 مده 13 بختار السلوت التالي. لاحظ كوليجن كوليجن عند الخمسة، فبالتالي اضطريت أنا أستخدم اللينير كروبينج لأني أنا شغالي هون. خمسة زائد واحد مدة 13 ستة. هل الاندكس ستة لسه امتي ولا محجوز؟ فاضي، احنا بس أخذنا خمسة وعشرة وستة فدخلته بستة. لاحظ الخمسة بلشت تبني كلاستر حول نفسها، يعني في أكثر من فاليو لهم هاج فاليو خمسة. طب اللي بعدها هذه الكي دخلناها مدة 13 أعطتني إندكس 12، 12 فاضي دخلتها مباشرة. اللي بعدها هذه مدة 13 9 9 فاضية. Next this one مدة 13 3 فاضي. Next this one مدة 13 12 ل 12 كوليجن. الحل في حال كان في عندي كوليجن زائد 1 مدة تيبل سايز 12 زائد 1 13 مدة 13 صفر. تحرك سيركولرلي، تم إضافة هذا الكي بالإندكس زيرو. وآخر واحدة الهاش فاليو لها ستة، لاحظ الستة معقودة بسبب الريزولفينج للكوليجن أخذناها، فبالتالي كوليجن الحل بسيط، روح زائد واحد مدة تيبل سايز، فبالتالي راح تروح على إندكس سبعة. فصفوا الإنديسيز اللي فيهم آيتمز بداخل الهاش تيبل الصفر والثلاث والخمسة والستة والسبعة والعشرة والاثناش. يعني لو بدك ترسم الهاش تيبل تقدر ترسمه بناء على الكيز اللي تم استخدامهم في هذا الإكزامبل. أوكي، هذا في حال الإنسيرشن. إحنا نحكي صارت كوليجن وتو إنسيرت الفاليوز، استخدمت اللينير كروبينج تو إنسيرت الفاليوز. طب لو أنا بدي أعمل ديليشن، بدي أحذف قيمة من الهاش تيبل، وأنا كنت معتمد في الإنسيرشن على اللينير كروبينج، يعتمد على linear cropping. هلأ اللي رح يصير كالتالي، مثلاً خلينا نتخيل الوضع سوا، في عندي هاش تيبل في مجموعة قيم، أنا ضفت القيمة الأولى على index 3 أو 4 صاروا فل عندي 3 و 4، جبت قيمة جديدة ضفتها index value لها طلعت 3، فto insert it بروح على 3 بلاقيها محجوزة. linear cropping وين بروح بعمل double check؟ على 4. linear cropping على 5، انضافت على 5. هلا هذه الكي الموجوده يمكن احتاج ارجع ابحث عنها او احتاج احذفها. اذا بدي احذفها كيف بدي ارجع لها؟ ادخلها على الهاش فانكشن. شو بيعطيني الاندكس لها؟ 3. بروح الاندكس 3، هل القيمه الموجوده في الاندكس 3 هي نفسها اللي بدي احذفها؟ لا، انا برجع للتكنيك اللي استخدمها بالانسيرشن لينير كابينج لحتى اعرف وين بدي اتحرك ادور عليها. بزيد لها 1 الاربعه، بقارنها مع الاربعه مش نفسها، بزيد 1 طبعا مدة التيبل سايز احنا بنحكي مجازا زائد 1 صارت بالخمسة، بقارنها مع اللي موجودة في الخمسة بلاقيها بحذف. تمام؟ طيب بحسب هذا العنصر اللي موجود عندي وراح اضفت كمان قبل الحذف تخيلنا ضفنا قيمة 3 كانت كمان 3، 3 محجوز 4 محجوز و5 محجوز وين راح تنضاف؟ على 6. نرسمها هيك سوا سريع برسمة. مثلا هون عندي A انضافت بهذا السلوت و B موجودين. الكي اللي بعدها C الهاش فاليو لإلها اللي أنا استخدمت الكي للهاش فاليو مثلا كانت عبارة عن 13 مدة 10 راح يروح وين على إندكس 3 كوليجن، بيروح على 4 موجودة، بيروح على 5 هيها C. طب D فلنفرض الكي اللي أنا دخلتها على الهاش فونكشن هي كانت لتسي مثلا 23، 23 على فرض مدة تيبل سايز 10 إيش راح تعطيني كمان؟ 3. فراح تروح على 3 كوليجن، 4 كوليجن، 5 كوليجن، وين بصير لها انسيرشن؟ في هذا المكان. هلا اتفقنا بدنا نحذف، بدنا نحذف الـ C. بحسب لها الهاش فاليو، الهاش فاليو 13، عفوا 3، مدة 10، 3.
بروح هل السي هي الاي؟ لا. طب كيف بدي اعرف النكست بوزيشن اللي ادور فيه؟ فين هي الجرافين؟ زائد واحد بي هي مش السي، زائد واحد سي، نعم لقيتها حذفتها. هلا ليتر اون، ليتر اون بدي احذف الدي او بدي اعمل سيرش على الدي موجوده او لا، بدي ارجع لها. كيف بشتغل؟ نفس التكنيك، باخذ الكي بدخله على الهاش فانكشن اعطاني ثلاث، رحت هل الاي هي نفسها دي؟ لا. لينير كروبينج هل البي؟ لا. هلا الخطوه اللي بعدها بقارنها بالسلوت الفارغ، هل بينفع، هل بينفع السيرش ليتر اون يتوقف عند ديليت السلوت؟ اذا وقفت هلا السيرش عن هذا السلوت الفارغ هل راح يكتشف انه دي موجوده؟ لا. فبالتالي بالسيرش على الهاش تيبل بدنا نميز السلوتس الفاضيه عن السلوتس اللي كان فيها شيء منحذف، تمام؟ السلوتس الفارغه عن السلوتس اللي كان فيها شيء منحذف. احنا هلا حاليا شرحنا الفكره الاولى انه كان في سي هون وانحذفت، هلا الدي اذا ضفتها بعد السي، حذف السي لازم ما يوقفني بالسيرش عن الدي ولا بكون الهاش تيبل مش صحيح التعامل معه. فبالتالي راح اعلم هذا السلوت انه هو ديليتد بطريقه معينه، فلاج في الامبلمنتيشن، حط فلاج انه هذا ديليتد. ليه؟ لحتى ما يتوقف السيرش. هلا ليتر اون السيرش بما انه ديليتد بقفز عنه على اللي بعده بلاقي الدي. طيب لو كان السيناريو كالتالي انه هذا السلوت اساسا فاضي، صفر واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة، أوكي في عندي A بسلوت ثلاث وB بسلوت أربعة وبدي أضيف الدي. الدي الكي اللي معها 23 مدة العشرة ثلاث، فبالتالي راح تروح على الإندكس ثلاث. كوليجن زائد واحد أربعة، كوليجن زائد واحد خمسة، راح يتم الإنسيرشن لإلهم، صح؟ فلنفرض الستيت، شوف كيف مشان اميز لك بين الديليت وبين الامتي سلوت، ديليتد سلوت امتي سلوت. هلا لو كانت الخمسه فاضيه اساسا كنت ضفت الدي عليها، مضبوط ولا لا؟ يعني هذا السلوت خمسه اللي انا كنت حاطط فيه السي وما توقفت عنده لما صار فيه ديليت، هلا لو كان اساسا فاضي كان ضفت الدي عليه. طيب اذا هو ما كانش فاضي معناها في عنصر قبل، فبالتالي انا لازم استمر بالبحث على الدي للنكست سبيس للنكست سبيس. هلا متى بعرف انه اي هاف تو ستوب السيرش؟ اذا لقيت السلوت فاضي. ليش السلوت الفاضي بيفرق عن السلوت الديليتد؟ لانه السلوت الفارغ لو كان اساسا موجود كان الانسرشن كم عليه، فبالتالي العنصر اللي انا ادور عليه كان في هذا المكان. اذا لا معناها كان في اساسا ايتم موجود وتم الحذف فيما بعد، وبالتالي نستمر البحث لما اوصل لسلوت فارغ. بناء على ذلك خلينا نعطي معالم لالجوريثم الديليت لالجوريثم السيرش على الهاش تيبل. الهاش تيبل راح يبلش من وين؟ بالبحث السيرش. انا بحكي السيرش راح يبلش على الهاش تيبل من وين؟ من اي اندكس؟ اللي بيعطيني الهاش فانكشن، صحيح. بروح على الهاش فانكشن بيعطيني اندكس وقارن الايتم بهذا الاندكس، ممتاز. كل ما لقيتهوش اللينير كروبينج بروح اللي بعده، ما لقيت لمتى السيرش راح يستمر؟ لما نلاقي عنصر فارغ مش عنصر ديليتد، مش باكيت ديليتد. طيب بالنسبه للديليشن كيف بدها تشتغل؟ الديليت الاندكس لما تلاقي العنصر شو بتعمل؟ تحط فلاج انه ديليتد، واذا مشت وهي بتبحث لباكيت فاضي تعرف ان العنصر ايش ماله مش موجود اساسا في الليسته لحتى تحذفه. بس هي كانت يعني الفكره بالتمييز بين الديليشن والامتي باكيتس في الهاش تيبل. سنس الامتي باكيتس ار يوز تو تيرمينيت السيرش، وعرفنا ليش احنا نستخدمهم لحتى ننهي السيرش، لانه من المستحيل يكون العنصر بعد امتي باكيت. باللينير ريكروبينج انا بحكي كمان مره، احنا بنحكي ليش من المستحيل يكون العنصر موجود بعد امتي باكيت؟ لأني بتحرك لينيرلي، يعني لو هذا الباكت كان فارغ كان انضافت عليه، فبالتالي بقدر استخدمها ككي تو تيرمينيت السيرش في حال اللينير كروبينج، تمام. ستاندرد ديليشن داز نوت ورك. ايش يعني ستاندرد ديليشن؟ يعني احذف السلوت واحكي انه كمان صار فارغ، القيمه تنحذف فارغ. فبالتالي وان سمبل ايديا، حط مارك على الديليشن، بس حط فلاج بهذا السلوت انه ديليت. طيب بالنسبه للانسيرت فانكشن راح يشتغل كالتالي، بيحسب هاش فاليو
بيروح على البكت، إذا فارغة بضيف فيها، طب إذا ديليتد كمان بضيف. فالإنسرت فانكشن بده يضيف على الفيرست إمتي أو ماركت سلوت أز ديليتد، تمام؟ السيرش فانكشن فقط بيتوقف إذا كان في عندي إمتي باكت، إذا كان في عندي ماركت باكت في عليه مارك إنه ديليتد، شو بصير؟ passing through this، بيمشي عليه وبيكمل على اللي بعده. السيرش بيتوقف في حال فقط لقى إمتي باكت. الديليت هي بس بتعمل ماركينج لهذا العنصر إنه أو هذا الباكت إنه ديليتد. الأدفانتج لهذه الطريقة easy and correct way. Disadvantage the table can be confused with dead items، لكن هو أنا بقدر أعملها overwrite هذه الـ items. مثال linear graphing لسه شغالين، insert 12، مدة table size 11، فقيمة الindex 1. رحنا على الindex 1 collision. linear graphing شو بشتغل؟ الـ hash value هيها t 1 زائد 1 مدة table size مدة 11 اللي هي عبارة عن 2. رحت على 2 collision، اللي بعده 1 زائد 2 مدة table size. هذه الprop sequence ليش بكتبها أنا؟ لحتى إذا جبت لك الprop sequence، ليش شو الprop sequence؟ 1 زائد 2 ألا وهي 3. رحت على 3 كمان collision، طب اللي بعدها 1، أنا برجع للأصلية التي الأصلية، زائد 3 مدة table size 4. 4 بالسيرش index لإنتي slot، فبالتالي بيتم الانسيرشن، تم الانسيرشن على 4، تمام؟ لاحظ كيف بطلع الكروب سيكونس. لاحظ التي هي لعطانيها الهاش فاليو، هيها لساتها واحد فيهم كلهم، لكن اللي بيختلف عندي القيمة اللينيا، القيمة اللي بتحرك فيها لينيا 1 2 3 4 من كوليجن لكوليجن تالي. طب لو بدي أعمل انسيرت لل 15، يلا كمان مرة 15 مود 11 4، بروح على الاندكس 4 كوليجن، فالتي عندي اياها كم؟ 4. بدي البروب سيكونس لها لحتى اضيفها، تي 4 زائد 1 مود التابل سايز مود 11 كم؟ 5 كوليجن. اللي بعدها طبعا اول وحده بالبروب سيكونس اللي هي تي نفسها ال 4 اللي هي عباره عن 4 زائد 0 مود 11. يلا 4 زائد 2 مود 11 كم؟ 6 كوليجن. 4 زائد 3 مود 11 7 كوليجن. لاحظ لينير بتحرك. 4 زائد 5 زائد 4 عفوا مود 11 8 امتي سلوت، تمت الاضافه. لاحظ قبل شوي انا ضفت ال 12 من السلوت 4، خلص صار محجوز. هلا انا هون ما عم بعمل اضافه، عفوا لازم انتبهنا انها ايش؟ سيرشنج. فلاحظ السيرش الجوريثم استمرت بالبحث لما لقت سلوت فارغ، فبالتالي ستوب نوت فاوند ال 15. تفضل. هذا حسب شكل الامبلمنتيشن للكي اللي موجود عندك، تضيف عليه فلاج للديليشن. عند الديليشن بس بتحوله ان اوف او ترو فولس، زي اصلا الامتي ونون امتي، نفس الفكره. ديليت التسعه هلا، لانه السيرش الجوريثم تستمر بحساب بالحركه على الانديسيز اللي بيعطيه بتعطيها اياه البروب سيكونس لما تلاقي اول سلوت فارغ. ليش؟ تفسيرها لو كانت ال 15 موجوده الاندكس الاصلي لها 4 مضبوط، الاربع في كوليجن كان راح ادور لها بخمسه كوليجن، بسته كوليجن، بسبعه كوليجن، ثمانيه كوليجن، بس ثمانيه فاضي كان ضافها هون. يعني لو انه التيبل، لو التيبل اللي موجود عندي ال 15 انضافت عليه كانت راح تنضاف بهذا السلوت لانه فارغ لسه، تمام؟ حسب، بس شوف بتفرق معي 15 حسب متى انضافت، يعني ممكن يكون كل الفئة من 12 عند المكان الفاضي، ممكن يكون كلهم الاندكس لهم الاندكسز لهم 4، يعني ضفت 12 واحد على 4، اذا جيت بضيف 16 وانا بفرض الاندكس 12 هذا اعطاني 4 كمان، وين بضيفها؟ على 5. 28 فوق 8 الاندكس قالوا لها 4، فبروح 4 كل سنه، كل سنه وين بتفضل تضيفها؟
بس بداية من نقطة انطلاقته. نعم صحيح. هذه details بالimplementation. نعم نطرح بس الفكرة الconcept وحتى ما فيش صدقات الالغوريثم يعني بس أحكي لك كيف تشتغل هذا التكنيك. أكل التفاصيل اللي ذكرت. بسكم بكرة أونلاين. في جزء searching في linear search وفي binary search وفي hashing. جاتوا شفتوا الإعلان بتاع الإعلانين؟ مذكور في المادة التفاصيل يعني كل جزء فيه له طبيعة يعني linear search له طبيعة والbinary search له طبيعة والhashing له طبيعة. شوفوا الكتاب شوف أسئلة في الكتاب صير عندكم فكرة عن نمط أسئلة عن كل موضوع فيهم لازم تحل أسئلة الكتاب من كل شابتر بتاخده لازم. بقول هاشين سمبل يعني ما فيش ألغوريثم فيش شيء. ديليت التسعة ديليت التسعة بحسب لها الهاش فاليو تسعة فروح على الاندكس تسعة هل التسعة إيكوال 31؟ لا فأنا بدي أفترض أنها ممكن أن كان في كوليجن في حال أو في لحظة الإضافة فبالتالي انضافت بأنذر سلوت فرح استخدم البروب سيكونس لإلها أول قيمة تسعة اللي بعدها تسعة زائد واحد مدة تيبل سايز اللي هي كم؟ 11 على 10 بروح على الاندكس 10 هل التسعة موجودة في 10؟ نعم مباشرة بتتم عملية الديليشن الديليشن كيف؟ just flag this index إنه هو deleted لو كنت بدي مثلا التسعة مش موجودة هون فلنفرض أن عندي هون 19 وين الحركة اللي وراها ببحث عنها؟ بحكي 9 زائد 2 مثل 11 ألا وهي بأي سلوت رح يكون البحث؟ 11 من قبل صفر الصفر نعم صحيح طب لو ما كانش موجودة أساساً كيف رح كان يعرف إنها مش موجودة؟ لما يلف ويرجع للثمانية صحيح سلوت فارغ السيرش بوقف على سلوت فارغ أوكي خلاصة لذلك اللينير بروبينج في الأوبل أدريسينج هو إيزي إمبليمنتيشن لكن زي ما حكينا بيسبب الكلاسترينج that's more and more new keys would likely be hashed to the array slots that are already occupied. فبالتالي أنا يعني أكثر من قيمة لهم نفس الاندكس بنفس المكان زي ما شفنا هون مثلا الأربعة جمعت معها كلاستر هلا later on أي قيمة الاندكس لها أربعة راح يصير مطلوب منها تدور عليها linearly collision. That's more okay. One way to improve linear probing هي عملية skip الأري positions بتكنيك مختلفة. إحنا عملية السكيبينج على الأري positions كيف كانت قبل شوي؟ زائد واحد، زائد اثنين، زائد ثلاث، زائد أربعة مزبوط. عم نتحرك sequentially يعني التي اللي بعطيني إياها بجمع لها اللي بعده اللي بعده اللي بعده. هلا ممكن نعمل السكيبينج هذا بتكنيك تحسين بسيط عليها لكن لاحظ بعدني بتحرك linearly. ألا وهو أنك تضربها بكونستانسي. يعني مثلا إجا طبعا أكثر من واحد. إجا عبالي أضربها مثلا بكونستانت ثلاث. فبتصفي البروب سيكونس الأولى زائد الهاش بالي فنفرض طلعت أربعة زائد واحد في ثلاث يعني ثلاث بعد ثلاث خطوات اللي بعدها زائد اثنين في ثلاث كم بتصفي؟ ستة
بتبعد ابعد قفزه، اللي بعدها زائد 3 3 9، لكن الحركه ايش مالها؟ لينير. لهذا ممكن يعطيني انهانسمنت على اداء، او يعمل يعني يخفف الكلاسترنج اللي ممكن ينتجه اللينير كروبينج الاوريجينال اللي هو بتضرب بواحد. انسرشن لل 20 بال بس انت تعرف السكيبنج قصدك بالسيرش ولا بالانسيرش ولا بالدليل؟ بالسيرش، وهو اساسا عم بتحرك بالانسيرش، فلو كان بتضيفه عامل القفزات هاي بالسيرش مش نفس القفزات. ماشي؟ طيب اللينير كروبينج وذ كونستانت 2، بدي استخدم الكونستانت 2 واعمل انسيرشن لل 20. الهاش فانكشن ما غيره اللي هو مده تيبل سايز زائد الاي راح تكون عندي في البدايه الصفر اللي هي الهاش فاليو الاصليه، فكم راح تطلع النتيجه؟ مده العشره صفر. روح على سلوت صفر كولجن بالبروب سيكونس المعادله اختلفت، راح تصير الهاش فاليو اللي طلعت عندي الصفر زائد اي هلا صارت واحد، واحد في اثنين اثنين، فراح يروح على سلوت اثنين. لاحظ نمط القفزات اختلف، راح على اثنين كونه فاضي صار الانسرشن عندي. فهذه هي البروب سيكونس، الهاش فاليو الأصلية زائد صفر، هذه اللي أعطاني إياها الهاش فونكشن، واللي بعدها زائد اثنين. then بدي أعمل insert لثلاثين، لاحظ العشرين والثلاثين كوليجن لأنه مد العشرة شو بيعطوني؟ كانت الأحد أصفار. شوف البروب سيكونس لإلها، البروب سيكونس للثلاثين، الهاش فاليو زائد صفر قيمتها كم؟ صفر، لأنه ثلاثين مد العشرة صفر. طب البروب سيكونس تحكي له زائد اثنين بكونستانت 2 اللي هي واحد في اثنين راح تكون زائد اثنين. قبل شوي ضفنا فيها العشرين فكوليجن. امشي بالبروب سيكونس اللي بعدها ايش راح تكون؟ اذا هذه هي عباره عن الهاش فاليو بس تعطيك شو قيمه الاثنين، هي عباره عن واحد او في اثنين. اللي بعدها هي عباره عن اثنين في اثنين اللي هي الاربعه. اي صارت قيمتها 2 والكونستانت ثابت 2، فراح يروح على الهاش فاليو الاصليه اللي هي 0 زائد 4 ال 4 وبتتم الاضافه على السلوت 4. لاحظ كيف نمط القفزه اختلف. في هاي برضه حسب طبيعه الداتا، يعني تنوع البيانات اللي عندك خليك تختار هاش فانكشن انسب لها. هلا دلت 30 بدي ارجع لها بعد ما ضفتها، راح امشي على نفس البروب سيكونس. تبع سؤالك تمشي على البروب سيكونس، الهاش فاليو لها بالاول صفر مش موجوده بالصفر، بتقارنها مش موجوده، بتروح زائد اثنين زائد اربعه، بس اوصلها زائد اربعه بعمل ماركينج او بعمل فلاج لهذا الاندكس انه هو ديليتد. سيرش فور ال 30 مش حذفتها انا؟ ضفتها، حذفتها ببحث عنها هلا. طب سيرش فور ال 30، سيرش متى تتوقف؟ لما تلاقي باكيت فارغ. في طريقها راح تلاقي الكوليجن بسبب إضافة العشرين والأربعين، وراح تحسب الاندكس أربعة بسبب الديليت ما راح توقف، فراح تحسب البروب سيكونس خطوة إضافية لحتى توصل أو لحتى توصل لباكيت فارغ. فالهاش فاليو الأصلي له صفر بيروح على الصفر ما بيلاقيهوش، حسب البروب سيكونس على نفس المعادلة أنا ضفته بستخدمها نفسها، زائد اثنين مش موجود، زائد أربعة مش موجود، زائد 6 3 في 2 6 زائد 6 خطوات من الصفر مش موجود. لاحظ هو مر على الديليتد باكيت بس السيرش ما بيوقف عليه. هلا زائد 4 في 2 زائد 4 في 2 8، من المكان الاصلي 8 باكيت فارغ، فبالتالي بيتوقف السيرش بحكي انه 30 مش موجوده. لاحظ البروب سيكونس للسيرش اطول لانها ما بتنضرش للديليتد فلاتس. التكنيك الثانيه to resolve the collision ما اتحرك لينيرلي، يعني مش زائد واحد او واحد في اثنين القفزات، في قفزات ممكن تكون راندوم زي ما حكى زميلنا، يمكن الراندوم بتعطينا مجال اوسع، لكن بدك ترجع للسيرشنج فيها كمان رح يكون اصعب. بهاي الطريقه انا بستخدم راندوم نمبر to generate the next available slot في حال كان في عندي كوليجن. الهاش فانكشن راح يصير كالتالي، اذا حدث عندي كوليجن راح استخدم الهاش فاليو الاصليه زائد الراندوم فاليو مده تيبل سايز. اكزامبل، لو انا في عندي تيبل سايز 101
وبدي أعمل هاشينج لX1 وX2. الهاش فانكشن لX1 أعطتك إياها جاهزة قيمة 26، والهاش فاليو للX2 35. تمام؟ أوكي. Suppose that random values كانوا 2 و 5 و 8. إيش البروب سيكونس رح تكون لكل واحدة منهم؟ سهلة. لX1 هاي الاقتران، هاي for X1 هي عبارة عن البروب سيكونس، أنا بحكي البروب سيكونس لX1 هي عبارة عن الهاش فاليو الأصلية 26 زائد الراندوم فاليو الأولى كم؟ 2. بلاحظ البروب سيكونس أول شيء اللي أعطاني الهاش فانكشن 2 زائد 2 مدة تيبل سايز، التيبل سايز 101، يعني ال 26 نجمع لها ال 8 وال 5 بتضل أقل، فكأنه فيش قسمة، ف 28. طب التالية 26 زائد الراندوم فاليو اللي بعدها 5 اللي هي 31، 26 زائد الراندوم فاليو اللي بعدها 8. لاحظ بس الفكرة إنه هذول القيم اللي أنا بتحرك عليهم next randomly. والثاني إلك exercise لX2. شاري ده من عندنا. كيف شو النقطة اللي خطرت في بالك؟ ليش نفس الإشي؟ وين ليش نفس الشيء؟ عادي تجمعها، يمكن يكون أصلاً هذا سلوت فاضي وأنا قفزت عنه راندوملي. راندوم جنريتر، جنريتر، راندوم جنريتر على رينج معين، خذ الفكرة يتحرك راندوملي. خذ الفكرة. هلا أنت واضح سؤالك، أنا هيك حسيت يعني، واضح سؤالك مبني على تفاصيل implementation معين، يعني زي الخارج حالك مثلا بس هي بتعمل random generating a number. مش فكرتي هلا تفاصيلها، المهم انا بتحرك randomly على التابل. تدرس طبيعة الداتا وعدد الكوليجن والكوليجنز، هي تكنيك ومثبتة. هلا لو بدنا ندرسها ديبلي لازم اخذها اشوف اصل الموضوع وانسى الكودينج اللي حطه على جنب، لازم اشوف شو الانفايرمنت اللي بتناسبها هذه الراندوم. اكيد يعني هي ما انضغطت عشوائيا، في بعض القيم بناسبها هذا التكنيك افضل من غيرها، افضل حتى من الكوادراتيك. مره بس بعرفت عليها داخلين ديبلي فيها. ايوه اثنين، الاشي اللي تاخذ بعين الاعتبار الاحتفاظ بالراندوم فاليوز. ليش؟ مشان الديليت والسيف. تمام انت بشالو ليفل، احنا بس عم يا دوب بحكي لك كوليجن وريزولفت باي بس. اوكي؟ الري هاشينج او الدبل هاشينج بنسميها، شوف القاعده شو بتحكي لك. بهذا التكنيك اذا حدث عندي كوليجن في الهاش فانكشن اللي انا استخدمته، نستخدم سيريز اوف هاش فانكشنز تو جنريت القفزات الموجوده عندي. سيريز اوف هاش فانكشنز، اف ذا كوليجن ات الاكس صار عندي موجود بسبب الهاش فانكشن الاول اللي انا استخدمته، بنعمل اكزامينيشن الهاش تيبل بهاش فانكشن ثانية. طبعا هاي الرينج الهاش فانكشنز عددهم اس هيو، بس بستخدم الهاش فانكشنز اللي انت مرتبهم. مثال when collision occurs نستخدم second hash function له مثلا r ناقص x مد ال r، هذا second hash function الاول المودولس مد التابل سايز، هذا second one. r هي the greatest prime number smaller than the table size، the greatest prime number smaller than the table size. مثلا كان التابل سايز عندي ناخذ هذا 10، التابل سايز 10، مين the greatest prime number؟ شو يعني prime number؟ العدد الأولي اللي أصغر منه. مين هم the prime numbers؟ الواحد والثلاث والخمسة والسبعة. مين the greatest بينهم؟ السبعة. فبتاخذ طب ليش السبعة هي مدروسة يعني the prime number؟ مش عشوائي مثل ما أخذها. فمثلا راح يكون هو الجريتست برايم نمبر مد السبعة، لحتى اعمل جنريشن للسكند هاش فاليو اللي راح استخدمها بالقفزات على الهاش تيبل. مثلا لو بدي اعمل انسرتنج لل 12 بحسب لها الهاش السكند هاش فاليو. لاحظ انا اخذت الكي الاكس نفسها 12. تمام؟ مين الار؟ البرايم نمبر اللي اقل من الهاش هاش تيبل سايز اللي هو هي 7.
ناقص x قيمتها 12 مود 7، وهي عبارة عن 12 مود 7 كم؟ 5. 7 ناقص 5 2. الإجراء بصير كالتالي: الكولاجين هاندلينج، حل الكولاجين، تعمل تشيك على القيمة الأصلية اللي أعطاك إياها الهاش فونكشن الأول الموديولس. في حال كان في عندي كولاجين، شوف شو بتشتغل، تاخذ الهاش الأصلية اللي هي تي نفسها، تاخذها وبتجمع لها قيمة الهاش فونكشن اللي أعطاك نمط القفزات اللي هي هاي القاعدة، الهاش الأصلية زائد اي في القيمة اللي أعطاك إياها الهاش فونكشن الثاني. القيمة اللي أعطاني إياها الهاش فونكشن الثاني معروفة 2، فرح أضرب 1 في 2، 2 في 2، 3 في 2، يعني شو نمط القفزات؟ 1 في 2 بجمع 2، 2 في 2 بجمع 4، بجمع 6، بجمع 8، نمط القفزات اللي أعطاني إياها طبعاً بسبب اللي هو تيبل سايز وإلى آخره، أعطاني إنه نمط القفزات تكون 2. تطبيق مباشر عليها، بدي أعمل insert لل 12، بدي أحسبها للبروب سيكونس. ال 12 لما بدخلها عمود التيبل سايز الاندكس اللي هي رح تعطيني إياه رح يكون كم؟ 1. الواحد كوليجن، فبالتالي بدي أروح أحسب السكند هاش فاليو لإلها اللي هي مدة تيبل سايز ال R ناقص ال 12 مدة 7، ال R اللي هي البرايم نمبر، تمام؟ كونه التيبل سايز 11 فأكبر برايم، أصغر من ال 11 7. لو كان التيبل سايز 13 إيش بيكون ال R؟ 11، تمام. هلا رح تطلع السكند هاش فاليو هي 2، فرح أستخدم ال 2 بتحريك القفزات. هاي هي السكند هاش فاليو اللي طلعت معي للإكس، والحركة ضرب 0 1 2 3 إلى آخره. هلا أول إندكس رح يطلع 1 كوليجن اللي أعطاني الهاش فانكشن الأصلي، بعدين رح أروح على 3 5 7 9. ليش هون بلشنا نظهر المد 11؟ يعني أساسا هدول كلهم أصلا فيهم مد 11، كلهم فيهم مد، بس مود 11 كان راح يعطيني نفس القيمة، بس اختصار يعني هي لازم انكتبت هون لأنه أنا بستخدم القاعدة. هلأ لاحظ بالقفزات، بالقفزات أنا بعمل insert، يعني القفزة مس this bucket ما مسكتهوش بالقفزات، أوكي، وراح يستمر يقفز لما يوصل للأربعة. الأربعة بالنسبة له bucket فاضي، فبالتالي تم الإضافة. هذه هي الدبل هاشينج. تفضل. R اللي هو برايم نمبر ناقص ال X الكي مد البرايم نمبر. ال R هذه كيف بدك تطلعها؟ بتجيب التابل سايز، التابل سايز عندي 11، خذ البرايم نمبر اللي أصغر منه مباشرة، تمام؟ بس هي كلها لاحظ أساس الهاشنج رياضي، رياضيات، حتى يعطيني قراءتنا لإلهم إنه أنا بالآخر بس كيف بدي أنظم القفزات. يعني أنا في عندي إندكس في مشكلة اللي هو الواحد، عم بنظم القفزات عليه بتكنيكس مختلفة، لينيرلي، لينير مع كونستانت، راندوملي جمعت له راندوم فاليو، هلا بعمل دبل هاشينج عليه، بستخدم قيمة أعطاني إياها هاش فانكشن ثاني. لاحظ هذه قيمة R رح تختلف حسب الكي الموجودة عندي وحسب التيبل سايز، تمام؟ آخر تكنيك لك كوادراتيك بروبينج، نفس الفكرة، إذا تعطيني نمط قفزات مختلف لهالرقم اللي فيه مشكلة اللي هو الكوليجن. هذا التكنيك الفاليو اللي بتجمعها هاي القيمة اللي إجت من الهاش فانكشن الأصلي فيها الكوليجن، القيمة اللي بتجمع لها إياها اللي هي كوادراتيك، 1 تربيع، 2 تربيع، 3 تربيع، 4 تربيع، and so on. هاي القاعدة لها، أوكي، الهاش فاليو الأصلي زائد I تربيع، نمط قفزات مختلف. لاحظ نمط القفزات بيزيد كل ما كان في كولاجين أكثر، كل ما كان في سلوتس أكثر، فبتصير قفزاتها برينج أكبر على التابل. إكزامبل عليها مباشرة، إذا أنا التابل سايز 101 عندي X1 وX2 وX3 هي موجودين عندي، خلينا نأخذ واحدة منهم، نأخذ المين أياها لحتى ندرس اللي كل الأخذين الأولى هم حتى نتبع الكالكوليشنز. إيش البروب سيكونس لإلها؟ البروب سيكونس لل 25 والتابل سايز كم؟ 101. إيش راح تكون؟ أول واحدة فيهم ال 25، 25 هذه أنا معطيك إيش؟ معطيك الهاش فاليو جاهزة، يعني ما أعطيتكيش لا الكي ولا الاقتران، ما أعطيتك لا الكي
ولا الاقتران. أعطيتك الهاش فاليو جاهزة طلعت 25، تمام؟ هلأ ال 25 رحت عليها فيها كوليجن، هي أول واحدة فيها كوليجن. بدي أستخدم الكوادرتك، الكوادرتك بحكي لي بالكروب سيكونس روح جرب 25 زائد 1 تربيع. إذا ما زبط جرب 25 زائد 2 تربيع وهكذا، 25 زائد 3 تربيع. يلا هاي شو بتعطيني؟ 26، هذه 29، هذه زائد 3 تربيع زائد 9 34 وهكذا. نوتس ذات لل 96، هاي ناخذ ال 96، التيبل سايز كم؟ 101. هلا 96 البروب سيكونس هي 96 فيها كوليجن، اللي بعدها 96 زائد 1 تربيع. طبعا دائما اندكس يعني مده تيبل سايز، مظبوط؟ مده تيبل سايز اللي هي كم مد؟ 101. نيكست 96 زائد 2 تربيع مد ال 101. هلا هذه زائد 1 سهله بتصير كم؟ 97. مد ال 101 97. فالبروب سيكونس لاحظ ببلش يدور كانه لينير باقرب سلوت، اذا لا ببعد القفزات مباشره، بخاف يكون في كلستر بهذا المكان. 96 97 ايهم اللي بعدها 96 زائد 4 100، مد ال 101 100، اللي بعدها زائد 9. 96 زائد 9 كم؟ هيا زائد 9 105، مد ال 101 4. فبس للتذكير على استخدام الموديلس، اساسا انا كنت بستخدمها في كل خطوه، لكن زي ما حكينا طالما احنا اقل من التيبل سايز ما بفرهاش لانه كان زائد 1. انسيرت ال 12 كوادراتيك شغاليه، جيب ال 12 مده تيبل سايز 1، الواحد كوليجن، بروح بجمع لها 1 تربيع 2 تربيع 3 تربيع and so on. طبعا مدة table size كلهم مدة table size، وأنا بشتغل عليها 2 collision زائد 2 تربيع 5 collision زائد 3 تربيع 9 collision زائد 4 تربيع مدة table size مدة 11 16 مدة 11 و 17 لأنه في واحد عفوا هي 4 2 تربيع 4 تربيع 16 زائد 1 17 6 تمام. اللي بعدها زائد 5 تربيع صير 26 مد ال 11 كم؟ اللي هو 4، فبالتالي بتتم الإضافة. Good and bad hashing functions. الـ bad hashing الـ hash use wrong key. يعني مثلا الـ age for student بالذات إذا كان الـ ages مش well distributed، زي أخذ كلاس في كلكم نفس العمر مثلا راح يكون الكوليشن كبير، فلازم الكي تكون مدروسة فيها تنوع أكبر ما يمكن. الهاش using limited information مثلا أخذت النيم وأخذت بقطع الحرف الأول منه، بحكي لك في كثير ناس naming begins with A's وقليل begins with Z's، فبالتالي الكوليشن راح يكون عدد كميته كبير. الهاش function choices الكيز لازم يكونوا well distributed باستخدام الفانكشن. إذا لما أنا بشتغل هاشينج أنا عيني على شغلتين، على اختيار الكي وعلى اختيار الهاش فانكشن اللي بيعمل لي well distributing للكيز على التابل على التابل. That's all فيما يتعلق بالهاشينج. زي ما حكينا introduction بسيطة، أقدر later on أقول لك هاشينج، بس أقدر أحكي كلمة هاشينج إذا احتجتها في مكان ما. لكن الموضوع جميل، دراسته worthable بكثير. أنت من البروجكت تشتغل على كثير من الاي دي ايز موجودة فيه الهاشينج جاهز، فحتى تقدر تتعامل معه مرونة حلو، يعني تثقف بهذا الموضوع بالحد الأدنى على الأقل يعني، وكل ما أنت أبحرت زيادة بيكون أحسن. كل واحدة منهم سيرش تكنيك. شو يعني تكنيك؟ يعني بدها دراسة، ممكن أنت لحالك تروح تضيف إنهانسمنت عليها وتشتغل ويعطيك ريزلتس منيحة، لأنها كلها مبنية على لوجيكس أو على يعني دراسات حسب قديش بتوزع الكوليجينج and so on. يعني أنا بعتبره فيلد، أي فيلد فيه لوجيك فهو يعني أتراكتيف للشغل وللريسيرش. ايش معنى وقت؟ طيب معلش وقت كثير في المحاضرة. Again الكويز إن شاء الله يوم الأربعاء، الإعلان الكويز موجود عندكم على الإي ليرنينج بتفاصيله كاملة.
مناقشات الأسايمنتس رح تنزل روابط اليوم اللي المفروض وعدوني إن شاء الله لسات ينزل لكم روابط كل واحد على شعبته بتحديد الموعد المناسب لكل طالب. يعني المفروض اليوم يعني نرجع نشيك اليوم هيك بآخر الدوام، إذا ما مشتش الأمور لبكرة بأبعاد أحد بإذن الله بتم تحديد موعد المناقشة. المناقشات يفضل تكون وجاهية، يعني المعظم رح يعتمد وجاهي إلا في بعض المسات عندهم ظروف وأتوقع رح يحاولوا يحلوها. بترتب أمورك على الشغلات يكون نفس المسلم طبعاً، والدسكشن رح تسألك عن أي فكرة، أي لوجيك، أي كود، أي سنتاكس، عدل، غير، ليش هاي هيك، اثبت، احذف هذا الكود وحط غيره وبدله. يعني كونك أنت الديفلوبر بتوقع ما فيش عندك مشكلة بهاي الجزئية. بس التذكير، هذا إعلان الكويزات الموجودة عندنا لمهلة نهاية الفصل. ففي عندنا كويز الأربعاء إن شاء الله رح يكون على 6:30 المساء، searching and hashing. المادة already done بالنسبة لإلك، you have to exercise، تعمل براكتس على الجزئية اللي طرحناها بالذات اليوم لأنه فيش فيها algorithms. بس تكون واضح بالنسبة لإلك كلير إيش يعني linear graphing، إيش يعني quadratic، كيف القفزات بتصير، ما تخربطش فيهم، يعني أكثر من هيك ما راح يصير معك. أي سؤال، أي استفسار؟ أوكي، that's all. شباب الأونلاين في حد عنده أي سؤال، أي استفسار؟ دكتور راح تأخذي حضور وغياب؟ نعم راح أخذ، بس خليني أعمل الوجهي بس بحضر أونلاين معك. تمام.